طلعت واحد واطي وقليل ادب. معلم ليش هيك عم تحكي عني؟ لانك خايب. خنت الامانه اللي حملك اياها الله يرحمه ابو خالد مشان تاخذ طميره الذهب، وخنت الامانه اللي حملتك اياها مشان تدير بالك على الخان وزباينه. انا شوف صبحي، انا مشان امك طلعتك من الحبس. امي ما دخلها معلم، من شانه لله لنجيب سيرتها. اسمع ولاد، هذا الشيء اللي عم تفكر فيه مو مزبوط. شيل لهالوسخه من راسك بقى. انا بعيني كنت شوفك لما كنت صغير فايت طالع لعنا على البيت. دوزن كلامك لك صبحي، دوزن كلامك واحكي مثل خلق العالم. هذا اذا بتعرف شو يعني خلق العالم. يا ابني ابوك بهداك الوقت وين عن الاسئله، وانكسر ظهره وضل بارك فتره طويله بالفرشه. لو ما كتر خيره ابو راشد هو اللي اعطانا المصاري، ما خلانا نحتاج لحدا. يا مو بس انا كنت سمعت تتخانقي كثير مع ابي، وكله من تحت راس معلمي. لانه كان يشك كثير ويغار علي. اصلا دائما كان يتخانق هو ورجال الحاره من تحت راس غيرته اللي ما له جنس الطعمه. مشان هيك اطلقنا لك ابني. بس لو ما ابو راشد الله يكثر الف خير، هو اللي كان يعطينا وما خلانا نحتاج حدا، وهو اللي كان يدفع لنا اجره البيت. وليش ما قلتي لي؟ ليش ما قلتي لي وخليتيني حاصره بقلبي كل هالسنين؟ طيب انا شو عرفني بشو انت ما بتفكر؟ انت ما سالتني. سمعت بإذنك؟ سمعت معك، سمعت. كان الله يبارك فيك. يا حيف عليك يا حيف يا صبحي، لك نزلت من عيني. اسمعني قلك، انت بهالخان ما عاد بدي اشوف وشك بنوب، مالك شغل عنا بنوب. وانت يا اختي الله معك، روحي على بيتك وكل شيء رح يوصلك كالعاده. بامرك معي، والله بستحملك. امشي يلا امشي. ما لك تعال هون زيك، خلي هدول معك لبين ما تدبر لك شغل. يلا الله يسعدك معلم. الله معكم.